الروائية باريوني تاليس قررت تكتب آخر رواية ليها، الرواية اللي اعترفت فيها للكل بغلطتها اللي عملتها وهي صغيرة لما كان عمرها 13 سنة. كانت طفلة لعيلة غنية جدا بتحب الكتابة وعايشة حياة مستقرة مع عائلتها وخاصة أختها الكبيرة سيسيليا. لكن في يوم شافت من الشباك أختها نزلت النافورة وكان قدامها روبي اللي من سن أختها وابن عاملة في المنزل عندهم، وعيلتها كانت مسؤولة عن تعليمه لغاية ما قدر يدخل الجامعة ويدرس الطب. البنت اللي عندها 13 سنة افتكرت للحظة ان روبي اكبر اختها انها تنزل البحيرة وكانت مفزوعة جدا، لكن الحقيقة اللي هي ما تعرفهاش ان سيسيليا اختها نزلت بارادتها. لما اتكسرت فازة الورد من روبي نزلت علشان تجيب الجزء اللي اتكسر، ولما طلعت كان مستغرب جدا من اللي هي عملته، لكن كان معجب بيها لانه بيحبها من صغره، وهي كانت متضايقة جدا ومشيت حتى من قبل ما يعتذر ليها. والحقيقة ان سيسيليا كمان بتحبه من صغرها، لكن طول الوقت كانت بتحاول تهرب من الاعتراف بحبها، علشان كده كانت بتتجنبه. المشاعر اللي بينهم ما قدرتش الطفلة اللي عندها 13 سنة تفهمها، كل اللي فهمته ان اختها بتتعرض للعنف من روبي. في الوقت ده روبي فكر انه يكتب رسالة لسيسيليا ويعتذر فيها على اللي عمله، حاول يكتب اكتر من مرة لكن كل مرة كان بيفشل. من ضمن محاولاته كتب مشاعره الحقيقية انه يتمنى يلمسها لما كانت طلع قدامه من النافورة، ولسوء حظه بدل ما ياخد الرسالة الجادة حط جوه الظرف الرسالة اللي فيها تلميح انه عايز يلمسها وهو في طريقه علشان يحضر حفلة في البيت، الحفلة اللي كان عاملها اخوهم على شرف وجود صديق ليه معاه في البيت. روبي شاف البنت وهي بتلعب وطلب منها توصل الرسالة لاختها، لكن فضول الطفلة خلاها تفتح الرسالة، ولما قرتها كانت مصدومة، وطبعا وصلتها لاختها سيسيليا. فهمت على طول ان اختها الصغيرة فتحت الرسالة. باريوني اتكلمت مع لولا بنت عمها واللي عندها 15 سنة، قالت لها ان روبي شخص مهووس بالعنف وانها خايفة على كل الموجودين في البيت منه. سيسيليا هي اللي فتحت الباب لروبي وقالت له ان اختها قرت الرسالة، لكن الاتنين كان شاغلهم اكتر مشاعرهم تجاه بعض. وفي لحظة اعترفت سيسيليا لروبي بمشاعرها، قالت له انها بتحبه وهو كمان لأول مرة يعترف ليها ان هو بيحبها. ولما لمسها دخلت اختها باريوني عليهم، البنت اللي اعتقدت ان هو بيتهجم عليها للمرة التانية، لكن الحقيقة ان سيسيليا وروبي كانت اللحظات سعيدة بينهم، واخيرا اعترفوا البعض بحبهم علشان يبدأوا علاقة رومانسية. السهرة تحولت لهرجلة بعد ما هرب التوأم ولاد عمهم واللي كانوا عايزين يرجعوا لبيتهم تاني، والكل خرج علشان يدور عليهم. وبالصدفة باريوني شافت لولا بنت عمها واحد بيتهجم عليها. الشخص ده لما شاف البنت هرب على طول، وهي راحت للولا وقالت لها انه اكيد روبي لانه شخص عنيف. لولا اللي قالت لها اكيد فعلا هو، ولما الشرطة وصلت بعد ما بلغوا العيلة على اللي حصل للبنت، باريوني ما ترددتش ابدا انها تقول ان هو روبي، وكمان كذبت وقالت انها شافت وشه، وعلشان تأكد كلامها جابت من الأوضة اختها الجواب اللي ارسله روبي ليها واللي بقى إدانة ليه إنه هو اغتصب البنت، وكمان شهادة لولا على إنه هو اللي عمل فيها كده، وكل الأدلة بقت ضده حتى إنه هو اتقبض عليه بتهمة هو ما عملهاش. ودعته سيسيليا واللي كانت مصدومة إنها بعد ما لقت حبها خسرته في ثانية. مرت 4 سنين وخرج روبي من السجن بعد ما خيروه إنه يفضل في السجن ولا يشارك في الحرب. طبعا هو اختار إنه هو يطلع ويبقى جندي، وكانت الحرب مش أقل تعذيب من أيام سجنه واللي اتصاب في صدره بعد ما انفصل بالغلط عن المجموعة اللي كان معاها. ولما كان بيشوف قدامه جثث البنات البريئة واللي تعرضوا للقتل افتكر باريوني واللي كان بيتعامل معاها لأنها طفلة بريئة، حتى إنه هو أنقذها مرة بعد ما رمت نفسها في النهر، ولما طلعت قالت له مش هنسى أبدا طول عمري إن أنت أنقذتني، قالت له كمان هعيش أرد ليك الجميل، لكن الحقيقة إنها ما ردتلهوش الجميل ولا حاجة، بالعكس ضيعت حياته جوه السجن. والمرة الوحيدة اللي شاف فيها حبيبته بعد ما طلع اعتذر ليها، لكن هي قالت له إن هي هتستناه علشان يعيشوا مع بعض ويكملوا حياتهم. سيسيليا واللي سابت البيت من زمان بعد ما اتهموا حبيبها بالكذب وانضمت للتمريض علشان تعالج اللي اتصابوا في الحرب، الاتنين اللي اتجمعوا لدقايق بعد سنين من الفراق ودعوا بعض تاني، لكن كان في بينهم وعد إن هما يتقابلوا وكمان يتجوزوا ويعيشوا مع بعض في كوخ خشبي على البحيرة. وبعد آخر لقاء بينهم قضى روبي أيامه وهو بيحارب، بس كان مريض جدا بسبب الإصابة اللي في صدره، حتى إنه حلم بمامته اللي توفت بعد ما دخل السجن وقال لها إن هو لازم يرجع تاني علشان وعد سيسيليا إنه هيرجع لها ويتجوزها. في الوقت ده صديقه طمنه قال له إنه خلاص فاضل ساعات بسيطة ونرجع تاني على وطننا، قال له كمان استحمل علشان نرجع لحياتنا. روبي كان تعبان جدا لكن كان سعيد، فكرة إنه خلاص هيجتمع بحبيبته كانت فكرة
بتسعده، بريوني. بدأت تحس بغلطتها بعد السنين دي كلها، ولما بقت شابة فهمت إن اللي كان بين أختها وبين روبي ما كانش غير قصة حب جميلة، وإن طفولتها وأوهامها صورت لها كل حاجة بالغلط. علشان كده قررت هي كمان تنضم للتمريض، تتمنى إنها تكفر عن ذنبها، هتخدم المحتاجين بكل قوتها. وفي يوم اتأكدت إنها ظلمت روبي فعلا ظلم كبير جدا، لما عرفت إن بنت عمها لولا اتجوزت من بول، واتأكدت إن اللي شافته من سنين ما كانش غير علاقة بينهم هما الاتنين، العلاقة اللي كانت برضا بنت عمها. للحظة كل شيء قدام عينيها بقى واضح، وافتكرت وش بول، عرفت إن خيالها هو اللي خلاها تعتقد إن هو روبي. حزنها زاد فعلا، وألمها وإحساسها بظلم أختها وحبيبها كان ضميرها بيألمها جدا، لدرجة إنها راحت لأختها، وقفت قدامها واعتذرت ليها. وهناك لقت روبي، واللي هاجمها بشدة على ضياع عمره جوه السجن، وقال لها إن انتي كنت السبب اللي أنا ما كملتش تعليمي، وكمان عشت بالعار وخسرت حب حياتي. مرت سنين وبريوني كبرت وبقت كاتبة مشهورة جدا، لكن مريضة وكمان بتموت. علشان كده قررت تكتب آخر رواية ليها، الرواية اللي كانت عن حياتها وعلى أكبر كذبة كذبتها وظلمت بيها أختها وحبيبها. لكن اختارت إنها تغير في النهاية، قالت إن محدش بيحب النهايات التعيسة، وإن أختها وحبيبها كانت نهايتهم تعيسة جدا، لأن الحقيقة إنها ألفت اللقاء اللي حصل بينها وبين أختها وبين روبي، لأنها كانت تتمنى إن هم يهاجموها فعلا ويطلعوا غضبهم عليها. لكن الحقيقة إن ده ما حصلش، لأن الحبيبين ما اجتمعوش أبدا بعد آخر لقاء حصل بينهم لما طلع من السجن، وكان لقاء لدقائق بسيطة، وإن هما الاتنين حتى ما قدروش يوفوا بعضهم إن هما يتجمعوا تاني، لأن روبي الحبيب مات في الليلة المفروض يجتمع فيها مع حبيبته ويرجع لوطنه، لما كان متصاب وجاله تسمم في الدم، ومات وهو نايم كان بيحلم إن هو قابل حبيبته. وبعد 3 شهور من موته كمان ماتت أختها الوحيدة سيسيليا، بعد ما انهار عليها النفق وكأنها استسلمت للموت بعد حزنها على حبيبها. بريوني قالت إنها غيرت نهاية القصة، بس ما كانش هروب من اللي عملته، لكن علشان هما الاتنين كانوا يستحقوا يعيشوا حياة سعيدة. قالت كمان أنا كنت سبب في خسارتهم لحبهم في الحياة، فعلى الأقل أجمعهم على الورق، ففي روايتي خليتهم يعيشوا أيام سعيدة ويكملوا اللي ما قدروش يعملوه في الحياة، حتى إن هم عايشوا في الكوخ الخشبي اللي كانوا يحلموا يعيشوا فيه. كتير قوي بنشوف حاجات ونفهمها غلط، حتى بنبني على الغلط ده تصورات وكمان خيالات، واللي بتتحول بعد كده لإشاعات، وبعد كده هتبقى واقع الناس بتصدقه. البنت الصغيرة كذبت فعلا، لكن كذبها ما خفاش الحقيقة بس أجلها. الكذب عمره ما هيطول، لأن في يوم من الأيام بتيجي رياح بالحقائق وهتشيل رماد الكذب اللي بيغطي الوشوش. علشان كده خليكوا صادقين، يمكن صدقكم مش هيخلي ناس كتير حواليكم، بس اللي هيفضل جنبكم هو أفضلهم.